احنا في هذه الفترة ديال الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد ديال سعود دوجنبير، وكذلك الأسبوع المقبل كاين تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر دول الأطراف الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، واللي هو من بعد 20 سنة ديال هذا دخول حيث تنفيذ هذه الاتفاقية. هذه الندوة الصحفية كتجي باش تعطي نظرة على دقيقة على ما قامت به الهيئة خلال 2022، ولكن كذلك اللي كتجمع الحصيلة ديال العمل لمدة تقريبا 5 سنوات منذ 2019، بحيث أن كاين على مستوى التشخيص قامت الهيئة بتعميق التحليل وتجميع المعطيات والتحليل ديالها على مدى ما يقرب 15 سنة، وكتعطي واحد النظرة أبعد من ذلك على تطور ديال الفساد في بلادنا في مدة ديال 25 سنة، يعني ربع قرن. فالحصيلة كيمكن بعجالة نقول بأن كتبقى غير مرضية، وبأن المغرب ما حسنش الوضع دياله لا على مستوى التنقيط ولا على مستوى الترتيب العالمي، وبأن هذه كتنقطع فيها مؤشرات متعددة على دولية في التقارير وفي المؤشرات الدولية، ولكن كذلك في ما قامت به الهيئة من دراسات وأبحاث ميدانية اللي كانت واسعة واللي شملت أزيد من 6000 مواطن و 1200 مقاولة. فبالموازاة ديال هاد التشخيص ديال وضعيات الفساد والتطور ديالو، الهيئة انكبات باش تفسر هاد عدم تحسين الوضع، انكبات على تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد، لأن المغرب عرف مخططات حكومية استراتيجية اللي انطلقت منذ أواخر 2015، وأن هاد المجهودات هي مجهودات اللي ما يمكنش هي غير ما يمكنش نستهنوا بها وما يمكنش نقللوا من القيمة ديالها، لأن كاين عندها واحد يعني الأثر المحتمل. إلا ما حققتش آثار فعلي فهي عندها آثار محتمل، والهيئة نكبات على باش نفسروا شنو هما العوامل اللي جعلت أننا ما نوصلوش لتحقيق هاد الأهداف. والتقرير كيجي باش يعطي نظرة دقيقة على هاد التقييم. فنعطي أمثلة بعجالة، يعني عدم الالتقائية والعمل القطاعي كيكون كيحول دون تحقيق الأهداف، لأن ما كان الأولويات غير محددة بكيفية استراتيجية للعمل باش نمشيو أبعد ما يمكن في يعني تحقيق الأثر، وإنما نوقفوش عند المستوى التشريعي وإصدار النصوص، بل كيخصنا الإجراءات اللي غادي تعطي النتيجة، وأننا إن تكون إعادة التأطير بكيفية دينامية ومستمرة باش نحققوا الأهداف. والحكامة كيخصها تضمن هاد التوجه، الحكامة اللي كتكون مؤسساتية واللي كتضمن تكامل والمفصلية ما بين المسؤوليات والأدوار. إذن هذا التقرير كيعطي نظرة على هذه المجالات كلها، وكيفضي إلى توجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة اللي هي أساس ديال استراتيجية من جيل جديد، سواء من ناحية ديال الحكامة والمضمون أو من الهيكلة أو الدينامية الشاملة.